مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من برنامج ملفات. النهارده هنناقش فيها مبادره السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي للتطوير العمراني للمحافظات او لعواصم المحافظات والمدن الكبرى. مجلس الوزراء استعرض الخطوات الاجرائيه والتنفيذيه للمشروع، تضمنت اعتماد هيكل لاداره المشروع بالاضافه الى التمويل المطلوب واعداد المخططات والتصميمات الخاصه بالمشروع. من جانبه اشاد رئيس الوزراء باهميه مبادره الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه الخاصه بالبدء في التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، مشيرا الى انها تشعر المواطن ان الدوله موجوده في كل المدن، وانها لا تركز فقط على المدن الجديده، وانما تعمل ايضا على تطوير العمران في مدن ومحافظات الجمهورية. للحديث حول المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، شرفنا أن يكون معي ضيفي في الاستوديو، ضيفي الكبير دكتور مهندس إبراهيم المدني، أستاذ العمارة، خبير تقييم المشروعات. منورنا يا فندم. أهلا يا فندم. دايما بسعد. خلينا نطلع تقرير بعد هذا التقرير. هنفتح هذا الملف الخاص بمسألة يعني مبادرة السيد رئيس الجمهورية للتطوير العمراني ليس في المحافظات الرئيسية يعني القاهرة الإسكندرية، ولكن في كل محافظات مصر. بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. عبر 14 مدينة جديدة من الجيل الرابع يجري تدشينها وفق أحدث التصميمات العالمية، وتضم عاصمة إدارية يسعى الرئيس السيسي من خلالها لإعادة رسم خريطة مصر في إطار مخطط شامل. وبالتوازي وجه سيادته بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية داخل المدن الكبرى وعواصم المحافظات على الأراضي الفضاء بعد حصرها، مع مراعاة توفير أعلى مستوى من الخدمات بكافة الطرق والمحاور المحيطة بها، وذلك لصالح البرنامج القومي سكن لكل المصريين. وفي إطار العمل على توفير السكن اللائق لكل مواطن وتنفيذا لمبادرة الرئيس، بدأت الحكومة الخطوات الإجرائية والتنفيذية لمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى لتحديد المواقع ذات الأولوية الأولى بناء على احتياجات المحافظات وموقف الأراضي وأعداد المخططات والتصميمات الخاصة بالمشروعات وفق مراحل والجدول الزمني المقترح ونسب الاستيعاب السكاني. وتسعى مصر من خلال رؤية 2030 في مجال التنمية العمرانية لزيادة المساحة المتاحة للعمران، ليشعر المواطن أن الدولة موجودة في كل المدن، وأنها لا تركز فقط على المدن الجديدة، وأنها تعمل أيضا على تطوير العمران في المدن القديمة على مستوى الجمهورية. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. مره ثانيه برحب بضيف في الاستوديو دكتور مهندس ابراهيم المدني، استاذ العماره، خبير التقييم او تقييم المشروعات. خليني في البدايه يعني اهميه هذه المبادره الخاصه بالتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، ويمكن يعني لو ذكرنا بدايه محافظه القاهره، بدايه التحرير شكل ثاني، يعني تغير الشكل تماما. يعني اهميه هذه المبادره. جميل جدا. هي رسالة السيد الرئيس والدولة بتقول للشعب ليس اهتمامنا فقط بالعاصمة، لأن في تركيز إعلامي على العاصمة، على العاصمة الإدارية الجديدة. ولو نعرف العاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان، القاهرة الأساسية الحقيقية مش القاهرة الممتدة القليوبية وخلافه 90 ألف فدان، ونشوف ال 14 مدينة الجداد اللي منتشرين أعلى من هذا الرقم الحقيقة، يعني خلاف 20 مدينة ذكية أخرى. لو جمعنا كل ده يطلع أكتر كتير من 170 ألف فدان. فهناك اهتمام من الدولة بكل مصر، الهدف منه الخروج من الخط الضيق حول النيل للخروج إلى الصحراء شرقا أو غربا، تحلل لمشكلة التكدس السكاني. فهي رسالة أهميتها الشديدة إنه بيتوزع الاقتصاد على محافظات مصر كلها، إعطاء فرصة العمل لدى المحافظات الأخرى حتى لا يعود الناس مرة أخرى الهجرة الداخلية إلى الهجرة الداخلية للقاهرة، والتي أصبحت من أكبر عواصم العالم. يعني لم نعلم أن القاهرة بتحتوي على 25% من السكان،
ولو نعلم انه مصر بتتزايد 2.5 تقريبا مليون كل سنه، وده اكتر من المعدل بتاع الدول الناميه مرتين، واكتر معدل الدول المتقدمه 5 مرات. نعلم لماذا الدوله تتجه شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، وفعلا في الاتجاهات الاربعه فعلا بشكل عام. تمام. اتكلم بقى على التطوير العمراني. الهدف يعني ايه تطوير عمراني؟ الهدف من هذا التطوير العمراني، احنا بنتكلم على مدن جديده حضرتك اشرت اليها، 14 مدينه جديده، بنتكلم على العاصمه الاداريه كشكل كامل او شكل عمراني مميز لمرحله يعني تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نحن في تطوير عمراني. يعني ايه تطوير عمراني؟ تطوير عمراني بحثا عن جوده الحياه. يعني تعريف التطوير العمراني الجيد بحثا عن جودة الحياة. جودة الحياة معناها مواصلات مريحة، رقم معقول من عدد المساكن الذي يناسب الزيادة السكانية. الزيادة السكانية معناها سكن، ومعناها تعليم، ومعناها تطيب، ومعناها أمن، وهكذا. فأنا في تصوري إذا كانت هناك فرصة أن الزيادة السكانية المصرية دي هي الهاجس الأساسي للقيادة السياسية. لا الإرهاب، الإرهاب طبعا موجود في العالم كله، لكن الزيادة السكانية دي الحقيقة محتاجة تدخل من جميع مثقفي البلد والجامعات والتعليم، وطبعا الأزهر والكنيسة. ده الأساس في الانتشار خارج المعمور الموجود حاليا، ده الهدف. أما التطوير العمراني لعواصم، وأنا بأكد على كلمة العواصم، حتى تكون العواصم مناطق جذب جديدة. التطوير العمراني معناها فتح مجال صناعات على الأقل 10% من المساحات التي ستبحث، صناعات، زراعات، تجارة، فتح أماكن للعمل، فرص عمل بقدر الإمكان، توطين الصناعات وتوطين المواطن في بلده. اليوم الشاب المصري الواعد المتخرج لو دخل على النت وبحث عن فرص عمل في المنيا وبني سويف وأسيوط الغرب وتوشكا، دي مدن جديدة بيضاوية دي مسميات، وشرق بورسعيد ورفح وفرافرة. والفرافرة دي حضرتك تشكر انك فكرتني بيها. الفرافرة وتشكى لها وضع خاص في العمران والتعمير لانها مناطق صحراوية، فاقاليم صحراوية لها صفة في توفر المية والكهرباء ونمط العمارة ونمط العمران. تمام. دكتور خليني معلش يعني تصوري ان انا لما بتكلم على التطوير العمراني يعني حسب رؤيتي يعني او الفكر المحدود في المساله هي مساله تجميل. لما بتكلم على تطوير عمراني خاص بعواصم المحافظات والمدن الكبرى، يعني ان الشكل الجمالي للعواصم، وانا اتكلمت مع حضرتك قلت لك التحرير، يعني ميدان التحرير دلوقتي يعني هو الخديوي اسماعيل عمل ميدان التحرير كي يشابه مثلا فرنسا مثلا باريس. النهارده لا، يعني في التطوير بعد ما ينتهي المسله والكباش والامور والاضاءه اللي معموله في التحرير، لا مجمع التحرير نفسه والشكل الجمالي كبرى، الشكل الجمالي لميدان التحرير. هل هذا يخش في نطاق التطوير العمراني ولا ده شكل جمالي اخر؟ يعني انا انت حضرتك يعني اجبت على نفسك. هو الجماليات والشكل المعماري ومسمى الفورم الشكل ده جزء مهم جدا من العماره، ولكن لا ليس الجزء الاساسي. بالتاكيد الجزء الاساسي هو الفانكشن، الوظيفه، الهدف من العماره. يعني من طبعا يعني هو تعريف العماره كده جزء منه فورم، جزء منه فانكشن، جزء منه متانه، جزء منه ديمومه سستينابيلتي واستمراريه. فالجمال طبعا مطلوب. وايام وقلنا دايما ايام اسماعيل باشا والقاهره الخديويه كان سياق اخر. السياق بتاع اسماعيل باشا اللي طلع القاهره الخديويه العظيمه كان في اجانب موجودين، وكان في عدد الناس اقل، وكان في قيم تشكيليه وجماليه لا ننكرها الان، لكن الان نحن ننقذ ما يمكن انقاذه. يعني حضرتك لما تقول لي بنقضي على العشوائيات الخطيره الاول الغير امنه وبعدين نعمل اسمرات، يعني أنا ببني الأسمرات 10 أدوار وصولا لحل مشكلة سكانية وإسكانية سريعة. تمام. لما بقى يقل عدد السكان من 2.5 مليون إلى 2 مليون حسب المستهدف، وده طبعا على اللونج رانج، مش لونج رانج قوي، على 2020-30 والعدد يقل شوية، بالتالي يبقى في كنترول. مع إن الهرم السكاني المصري ده هرم مشرف جدا، الشباب فيه أكتر وفيه فرصة عظيمة 60-65%، لكن يظل مصادر الدخل المصرية محدودة ويجب أن نراعي هذا. نرجع تاني للجماليات، شيء مطلوب، نحن لسنا ضده، بالعكس ده احنا معماريين وعمرانيين، لكن ليس على حساب الفانكشن. الوظيفه تحقيق فرص عمل جيده للمواطن، تحقيق سكن بمعنى ملائم. السكن ملائم، تحقيق وسيله مواصلات سريعه رخيصه، تحقيق الحفاظ على الطاقه، اهم حاجه
يعني هي المدينة الذكية تعرفها كده، انك كيف توفر سكن مع صناعة مع طاقة سريعة، اللي هو الجيل الرابع. ده الجيل الرابع ده هو ده فعلا ال 14 مدينة بنتكلم عليهم. وبعدين في 20 مدينة اخرى ذكية بقى مفرطة الذكاء فيها النت والفايبر اوبتكس، بحيث انه بقدر الامكان المواطن لا يتحرك كثيرا اذا تحرك. وعشان كده جائحة كورونا دي الحقيقة لها بوزيتيف يعني ايجابيات طبعا بالتأكيد. يعني تطور العمراني بالشكل اللي حضرتك بتتكلم فيه هو شكل عام، وهنا نتكلم برضو على البنية التحتية فيما يخص الطرق طبعا. وفي عفوا الفترة الماضية بصراحة يعني اللي حصل في الطرق، يعني لما نقول انجاز غير مسبوق فهو انجاز غير مسبوق. كلنا كنا بنشوف الكوبري بيتعمل له في 5-6 سنين وبعدين يقع وبعدين يعني كانت حاجات كده بتحصل غريبة يعني. النهاردة في رؤية يعني لدى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشيء جميل وشيء جديد احنا ما عدناهوش كمصريين، ان احنا بنكتشف ان هو راح يفتتح مشروع مش يحط حجر اساس للمشروع. رؤية حضرتك يعني كاستاذ يعني للهندسة المدنية واستاذ تقييم، اللي حصل في البنية التحتية وتسهيل مسألة بقى العمران، لان ما فيش عمران بدون مواصلات طبعا، ايه اللي حصل في البنية الاساسية؟ ما فيش عمران بدون مرافق بالتأكيد. يعني شوف حضرتك بدون اي تزايد يعني ما حدث وما يحدث الآن خلال الفترة القصيرة الماضية لم تحدث في تاريخ مصر. يعني 7000 كيلو طول لطرق عرضها بالثمن حارات والعشر حارات بالمواصفات بقى الأمريكية، بالمواصفات عالمية طبعا. النهاردة مفيش هزار في موضوع المواصفات، وربما يكون وجود الهيئة الهندسية على قمة هذا الهرم في الإدارة وإدارة المشروعات. عندنا في العمارة وفي التنفيذ في حاجة اسمها ممثل الجهة المالكة، وفي حاجة اسمها إدارة المشروعات، ثم الاستشاري، ثم الجهة المالكة. الجهة المالكة هو الشعب الحقيقة، أو الحكومة ممثلة للشعب. فالقوات المسلحة أو الهيئة الهندسية بتقوم بدور الإدارة، التايم سكيدولينج، الحفاظ على الجدول الزمني، الحفاظ على الكواليتي، المثلث الشهير من الثلاث حاجات المشهورين كواليتي وكوست وتايم، التكلفه والوقت والجوده. بالظبط هو ده الاسس. فده اللي احنا لا نشكك طبعا ابدا في قدرات الشركات الخاصه، الا انها محتاجه اداره ومتابعه بالتاكيد. عدد الكيلومترات التي سفلتت على اعلى مستوى، عدد المرافق اللي لو نعرف ان القاهره الجديده او العاصمه الاداريه الجديده لاول مره في مصر وده معايير عالميه، يبقى فيها ما يسمى ترانشات. يعني النهارده في القاهره العاديه لما بيحصل ان ماسوره بتضرب المرور بيتقطع وبيقطع والعالم تطفح، لا الكلام ده بقى موجود جوه ترانش او جوه يعني مكان صرف، بحيث توصل له بعيدا عن الطريق، تفتح مكان المشكله وتصلحها، الدنيا ما تحسش. وده بيبقى اما في وسط الطريق واما على جانبي الطريق. ده طبعا معايير دوليه في تصميم الطرق وفي تصميم المرافق. اهم مرفق النهارده الدوله بتهتم بيه جدا الفايبر اوبتكس، او اللي ما يساعد على خدمه النت وتوصيل الناس للمعلومات باسرع ما يكون. لان النهارده الدوله اصبحت دوله الكترونيه، او في طريقها انها تصبح دوله الكترونيه ورقميه وبالتالي النهارده الطالب يقدر يدرس من غير ما يذهب للجامعه او المدرسه طبعا الى حد ما، ويقدر يتعلم ويقدر يطور روحه ويقدر يطلع شهاده ميلاد وخلافه من المرافق، ويقدر يطلع رخصه عربيته. خلاص احنا اصبحنا زي العالم كله. طبعا ما وصلناش للمول، لكن هو دي بالوقت، هي دي تعريف القريه مش المدينه الذكيه او المدن الذكيه التي توفر الطاقه من خلال توفير البنزين وخلافه. خلاف ان احنا طبعا دلوقتي نعلم ان احنا رايحين ناحيه الغاز، يمكن تكون السيارات الكهربائيه طاقه متجدده، طاقه الشمس، الرياح، الطاقه المتجدده ده موضوع كبير جدا في مصر. واحنا نعرف ان اسوان دلوقتي اكبر مزرعه لموضوع الرياح زائد موضوع الطاقه المتجدده. لو نعلم ان مصر سبحان الله، لو كان موجود النهارده جمال حمدان في عبقريته العظيمه شخصيه مصر ما كتب في هذا الموضوع، ما كتبش لانه ما كانش العلم وصل، ان مصر احسن موقع في الكره الارضيه سطوع شمسي. سطوع شمسي يعني احسن مكان تقدر تعمل فيه، احسن موقع انك تصطاد فيه السولار انرجي، او ان انت تستفيد من السولار انرجي في، ودي حاجه في منتهى الغرابه. يعني حتى مش الميه بس ولا الموقع الجغرافي العظيم بس، لا كمان في الشمس. وطبعا الاجيال اللي جايه الشابه اللي طالعه، عشان كده احنا بنثمن جدا ما تفعله وزاره التعليم العالي في التخصصات الجديده اللي بتفتحها جامعات متخصصه
في العمارات الأهلية والأهلية ما يسمى الأهلية والحقيقة جامعات متخصصة عاملة جوين فينشر أو عاملة تآخي أو عاملة توأمة مع جميع الجامعات العالمية في تخصصات جديدة أهمها المدن الذكية. تمام. البعض قد يتخيل دكتور أن مسألة يعني إنشاء مدن جديدة هي طبعا بنتكلم على تكلفة كبيرة يعني تكون على طرق أو مرافق أو طاقة يعني إن ما فيش بيبقى عائد اقتصادي من هذه المشاريع. ده تمام العكس تماما. حضرتك مجرد ده هنا بقى دخلت في علم التقييم العقاري وعلم تقييم المشروعات. حضرتك مجرد ما أعلنت قبل ما تنفذ عن وجود مدينة جديدة ده يغير نمط لتقييم مشروعات المحيطة. ببساطة حضرتك يعني مشروعات كتيرة حتى قبل العاصمة الإدارية الجديدة لما أتيحت الفرصة لمطورين كبار عملوا مدن واقتحموا الصحراء ارتفعت أسعار أراضي كل الأراضي المحيطة. مش عايز أقول بعض الهايبرات لما افتتحت في أماكن كأنها راحة الصحراء بالظبط دلوقتي العمران أكيد النهاردة ما هي دي النقلة الحضرية. هو بالظبط بنكرر ما عمله الخديوي إسماعيل بس بطريقة أكثر تقدما ومناسب العصر. حضرتك بتنتقل 60 كيلو شرق القاهرة وهي بالصدفة 60 كيلو أيضا لقناة السويس. أنا بتكلم على العاصمة الإدارية موقع عبقري بكل المقاييس وقبل ما المدينة دي بتشتغل بتفتح طرق عريضة جدا طريق السويس والموازي له طريق العين السخنة وإن بتوين والطريق الدائري بتحاط حكايات والإقليمي بحيث إنك بتفق الأكسسابيليتي ما يسمى الأكسسابيليتي. الأكسسابيليتي ده أو طريقة الوصول السهلة أهم عنصر في عنصر إعطاء قيمة للأرض. هي مصر تملك أرض في موقع عبقري. القيادة السياسية والخبراء اللي مع القيادة السياسية غالبا تبنوا هذا المبدأ نملك الأرض إذا رفقها على أعلى مستوى فورا يصبح لها سعر عالي جدا. النهارده انت حضرتك بتفتح حي كامل للسفراء او للسفارات الناس دي بتشيل الاراضي باسعار شكلها ايه؟ هو ده ما يسمى تصدير العقار. انت بتبني في ارضك لكن انت الحقيقه بتبيع الارض للسفارات. طب خليني برضه دكتور يعني عشان يعني الصوره اللي تكمل ويبقى الساده المشاهدين معانا برضه دايما الدوله المصريه دايما طول الوقت بتتعرض لكم كبير من الشائعات ولكم كبير من التشكيك في كل إنجاز. وهنا برضو عايز أتكلم على العاصمة الإدارية يعني للبعض قد يرى أن يقول لك عاصمة إدارية وإيه التكلفة ديت والصحراء وبتاع وكلام كده يعني ويشكك في هذا الإنجاز. يمكن الدكتور اتكلم في بعض الأمور ولكن هنتكلم باستفاضة أكثر عشان يبقى السادة المشاهدين فاهمين احنا عملنا العاصمة الإدارية ليه؟ العائد أو التقييم مسألة التقييم المعماري أو تقييم المشروعات ديت عائدها إيه على مصر وأهمية هذه العاصمة الإدارية اللي بتتم بأيادي مصرية بعد خلافات مع بعض الشركاء الدوليين. جميل جدا. هو القرار أولا قرار في وقته ولو كان اتأخرنا عنه كانت تبقى كارثة لأن مصر لا تتحمل أكثر مما تتحمله أقصد القاهرة القديمة أكثر مما تتحمله من مرافق ومن عدد سكان ومن مساكن فده حل لحل مشكلة لكن كمان حل انتليجنت حل ذكي جدا لأنه بيرفع طبعا بيرفع مستوى صحراء قبل ثلاث سنين أصبحت لها قيمة عليه. حضرتك قدرت ترفع هذا المستوى عن طريق مرافق تكلفة متر مرافق ما يجيش حاجة جنب التكلفة التي تبيع بها الأرض بالتأكيد وجنب تكلفة التحسين أداء وجودة الحياة. النهاردة أنا بدعو الشباب يروح يشتغل في أي شاب النهاردة عندي ما يدل وأنا يعني جبت مصر شمالا جنوبا شرقا طبيعة عملي في تقييم المشروعات في حجم الأعمال المتاحة للشباب في تطوير العواصم اللي هو الموضوع الأصل الحلقة أو في تطوير العاصمة الإدارية يكفي أي شاب في مصر. النهاردة جيلنا إحنا من 30-40 سنة كان يسافر البلاد العربية وبتاع لا الجيل الحالي موجود وعلى فكرة بمرتبات عالية جدا عكس من الناس يعني يروحوا توشكا يروحوا شرق العوينات مش لاقيين ناس تشتغل. رجال الأعمال مش لاقيين ناس تشتغل. العاصمة الإدارية فيها 2 مليون واحد بيشتغلوا طبعا الدائمين والاستشاريين والمنبرين وعملها ده جماعه بتوع الاقتصاد المتخصصين يقولوا ضخ في الاعمال الحكوميه كميات كبيره من الاموال دي ترجع تاني للشعب في صوره استثمارات وما يسمى الاجانب او شراء العقار او تصدير العقار هو ده اللي بيدخل عمله صعبه لمصر تأكيد. ولا ننسى في نفس اللحظه وبنفس التوازي اسكندريه او العالمين الجديده نفس الفلسفة ونفس الفكر ونفس التطوير
في العمران بس دوت إداري طبعا وخدماته مختلفة، لكن ده سياحي زائد مدينة مستمرة طوال السنة مش شهرين بتوع الصيف فقط. جامعات ومدارس وخدمات كاملة. الجامعات ده أنا يعني أوصي حضرتك تعمل حلقة مخصوصة عن الجامعات الحديثة واستجابتها للتقدم التكنولوجي العالمي. عملنا عملت قبل كده جميل. خليني برضو وانا بتكلم على مسألة العمران دكتور ابراهيم المدني استاذ العمارة خبير تقييم مشروعات، برضو اتكلم على جزئية. يعني احنا بنعمل وبننقل المباني القديمة اللي في القاهرة القديمة يعني اللي بنتكلم بقى يعني على وزارة الخارجية، بنتكلم على وزارة الداخلية، بنتكلم التقييم بقى هي ايه اللي هيحصل في الوقت ده؟ هيحصل حاجة جميلة خالص. حضرتك لما هتفرغ الى حد ما القاهره الخديويه والقاهره القديمه مع التحرير طبعا وطبعا هذا توازيا مع قانون الايجارات القديم وبالذات الجهات الحكوميه اللي واخده اماكن متميزه وزاره الخارجيه القديمه مش الحديثه كانت واخده قصر شاهينز هانم وفي كتير جدا من القصور مسؤوله عليها مدارس مثلا اعدادي في مصر الجديده وفي وهكذا. فالموضوع ان حضرتك بتنقل الكتلة السكنية خارج المنطقة اللي هي غالية جدا جدا ولها مستوى مادي متدني جدا جدا نتيجة عدم الصيانة ووا وبتحول القاهرة الخديوية إلى مرة أخرى إلى مكان للجمال والإبداع. لو نعلم أنه مجمع التحرير هو في 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 القاهرة الخديوية طبعا مش قديم قوي زي شارع سليم الباشا أو هو في بدايات الخمسينات، لكن الموقع الجغرافي وإطلالته على المتحف وإطلالته على مكان بقى أيقونة دوت لا ألا يستحق تطويره. الدولة النهاردة متنبهة له بتطوره. بالمناسبة أرض الحزب الوطني القديمة اللي اتحرق الأرض دي امتداد طبيعي جدا للمتحف من هذا المنبر. أنا جاي وحطت الحكاية دي ما كانتش في السيناريو. أنا يجب هذه الأرض أن تكون امتدادا طبيعيا للمتحف. أرجوكوا يا مخططين أرجوكوا ده أحسن مكان يبقى اكستنشن طبيعي للمتحف بالتأكيد، لكن ما نعملوش أوتيل مع أنه يعني في فكرة يتعمل أوتيل من طرق فيرست كلاس. ما احنا عندنا أوتيلات عندنا كتير لأنه التاريخ مش هيرحمنا لو أسأنا استخدام توزيع الأراضي. حضرتك في المقدمة وكمان هنا في التقرير اتكلمت عن استخدام الأراضي وتوزيع الأراضي. مهم جدا جدا مهم جدا كل أرض تبقى في المكان الأنسب لاستثمارها، بيسموها هايست اند بيست يوز، أحسن استخدام ليها إيه، أحسن ارتفاع ليها إيه، أحسن نسبة بناء ليها إيه. ثم بقى يجي التصميم والجماليات واللي حضرتك بتقول عليه. فإحنا عندنا مشاريع كبرى، القاهرة الخديوية دي تحفة من التحف، ابتدت تجربة تطوير القاهرة الخديوية. يعني ابتدى بعض المستثمرين يحطوا ايدهم لا مانع، لان دي كلها عباره عن كانت مساكن فيها اجانب. نتذكر طبعا عماره يعقوبيان والقصص دي كلها، ان دي العمارات القديمه التي بناها طلاينة او بناها يونانيين في فتره ازدهار العماره بجمالياتها اللي حضرتك بتقول عليها. طبعا دي فتره تاريخيه نادره، الفتره اللي بنت بيها ديت يعني ايام الخديوي اسماعيل واستمرت لغايه قبل يعني 52 لفتره كده، مع بعض برضو الأيقونات الموجودة في كبر القبة وحدائق القبة والبطارية ومصر الجديدة. دي أيقونات معمارية يجب أن نحافظ عليها. الطريقة الوحيدة دي لما تفضى بالذات إذا كان الآن في القاهرة الخديوية بتحتوي على مصالح حكومية. حضرتك لو دخلت تزعل قوي يعني حاجة تزعل خالص يعني وطبعا مصالح حكومية معناها إهدار في المية وفي الكهرباء وفي مستوى، لكن دي لما بتسلمها بمشروع حكومي مسيطرة عليه الدولة بس المستثمرين فاهمين يعني عمارة وعمران وتطوير. ببساطة عندنا تجربة بيروت سيلدار بتاعت رفيق الحريري الله يرحمه، هو ببساطة خد بعد حرب مش بعد يعني بعد دمار كامل حول وسط بيروت إلى شركة استثمارية وكل مواطن يملك شيء بقى أصبح عضو في الشركة واتعملت بأسهم. خليني برضو حضرتك يعني بتنبهنا لجزئية هامة، دايما في غضاضة عندنا كمصريين ان رجال الاعمال او المستثمر سواء كان محلي او اجنبي انه يدخل في مجال يعني تاريخي خاص بعمارة حتى في مناطق اثرية كمان، يعني وان كانت الدولة دلوقتي تنبهت للمسألة دي يعني. ويخليني هيبقى سؤالي بعد التقرير اللي هيتعرض والخاص بمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة ببدء تطوير العمران، هيبقى سؤالي لضيف المهندس ابراهيم المدني استاذ العمارة خاص، هل هناك غضاضة ان يدخل القطاع الخاص او المستثمرين سواء كانوا محليين او اجانب بضوابط ورقابة من الدولة في
يعني تطوير وتحديث أو تجميل بعض المناطق الهامة الخاصة بالعمارة في مصر بعد هذا التقرير، فابقوا معنا. في إطار تحسين الواجهة الحضارية للمدن المصرية والارتقاء بالخدمات المقدمة بها وتنفيذا لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يأتي بدء الحكومة في دراسة الخطوات الإجرائية والتنفيذية لمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى باعتباره مشروعا قوميا لجميع المصريين. المبادرة ستكون لها مردود إيجابي كبير على المواطنين وعلى الدولة المصرية بصفة عامة، لأن هناك مناطق كثيرة ومحافظات توجد بها كمية كبيرة من الأراضي غير مستغلة وتحتاج إلى تطوير، لكن يعني أتمنى أن هذه عند التنفيذ أن يتم مراعاة المشروعات الاستثمارية بجانب المشروعات الخدمية، لأن هذا هو ما يهم بشكل أكبر المواطن في الريف المصري خاصة في محافظات الصعيد. المشروع يهدف لبناء تجمع سكني حضاري متكامل الخدمات في عاصمة كل محافظة في المدن الكبرى، ينقل إليه سكان المناطق المتهالكة أو سكان المناطق التي سيتم فتح محاور مرورية جديدة فيها أو إنشاء طرق أو توفير خدمات للسكان عليها. معنى ذلك أننا ندخل على إجراءات جديدة وهي تطوير، زي ما قال السيد رئيس قبل كده، تطوير أو بناء الإنسان سواء كان في الصحة أو في التعليم ثم في الخدمات. لا أعتقد أن التطوير لن يشمل فقط التطوير العمراني، بل سيمتد إلى وجود خدمات كثيرة ومتنوعة خاصة في ظل السوق الجديدة، خاصة إذا نظرنا أن هناك مشروعات توظيف جديدة مثل موضوع البورصات السرعية اللي هيكون على مستوى المحافظات. أعتقد أن في مشروعات الدولة تعلن عنها قريبة للتوظيف للشباب في كل المحافظات. إنشاء وإقامة عدد من المجتمعات العمرانية الجديدة والمتطورة والتي بها سكن حضاري يليق بالمواطن المصري يبرهن على حرص الدولة على النهوض بالمدن القائمة بالفعل، إلى جانب ما يتم من جهود في المدن الجديدة بما يساهم في تحقيق جودة الحياة لكل المصريين. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. باشمهندس، كنا بنتكلم على مساله دخول القطاع الخاص سواء كان محلي او اجنبي مع متابعه ورقابه مصريه لبعض المناطق اللي بتبقى محتاجه الى يعني فكر متطور ووفره ماليه كمان. طبعا طبعا ده موافق عليه 100%، وليس هناك حل اخر غيره. زي ما قلت، تجربه بيروت كانت تجربه راسماليه، لكن زي ما حضرتك اشرت تماما في ضوابط، في معايير كريتيريا. المعايير دي زي ببساطه عشان نسهل، يعني معايير حضرتك بتبني فيلا او بتبني عماره، بيقول لك تبني على 50% الارتفاع ما يزيدش عن 3 ادوار مثلا. بس اذا دخلنا على القاهره الخضويه، او حافظ على الطراز المعماري، حافظ على كواليتي اوف بيلدينج، حافظ على الصيانه، يبقى في من الدوله رقابه، والرقابه دي سهل جدا تطبيقها اذا احسن تطبيقها ويحط هذه المعايير. يجي بقى مستثمر اجنبي، يجي مستثمر عربي، يا ريت يجي مستثمر اجنبي. والمستثمر الاجنبي لما يجي يستثمر في العقار، هو في نهايه استثماره ياخد عقار ويمشي؟ لا، ما هيش مهمه. يعني النهارده بدل البورصه يعني بالظبط كده. يعني النهارده اعظم استثمار في مصر كل ما بني قناه السويس ما كانت استثمار اجنبي حقيقي، طبعا بدماء مصريه دفعت فيها، الا انها كانت استثمار اجنبي. القاهره الخضويه كلها بتاعت خواجات، استثمار اجنبي، لكن استمرت وهي اصبحت الرصيف وموجوده. فلا مانع اطلاقا، بالعكس هو اصبح النهارده برضو الاقتصاديين هم اللي بيعلمونا الكلام ده، دخول استثمار اجنبي خارجي فورين كرنسي بيخش من بره، هو ده مقياس النجاح، لان هو ده اللي هيحافظ على عملتك، وهو ده تاني وتالت اللي هو التصدير. اذا كانت السلع التي تنتقل بتصدرها، فالسلع التي لا تنتقل مثل عقار تتم بيعها واستثمارها، والعائد يرجع على مصر كلها. النهارده لما يبقى المتر وصل ل 60 و 70 الف ده حاجه خير، لان مين اللي بيشتريه؟ ما طبعا في بعض، مش اي حد، احنا عايزين كبرى. عايزين العرب وعايزين الاجانب يجوا، وترجع مصر رائده بعلومها وبجامعاتها وبعمارتها وعمرانها وبجمالياتها.
يعني احنا عارفين مصر كانت موقعها ازاي في الموضوع. دكتور خليني كده، حضرتك فكرتني بمساله، يعني طبعا الفتره في فتره زمنيه من قبل 2010 كده، يعني كان في حاله، يعني مش عارف، عارف حاله استهانه بالعماره، والاستهانه هنا اتكلم على الادوار المخالفه وحضرتك زي ما اشرت، لا 50% بنا و50% مساحات خضراء، فلقينا الدنيا كلها بقت 100% بلوكات حمراء وحاجات من ده. الشكل العام للدوله المصريه تنبهت يعني لهذه المساله ولهذه المخالفات؟ اولا تاثير البنا بشكل غير العشوائي ده على العمران وتطوير العمران وحتى على نفسية الناس وثقافتها واجتماعياتها، والدور اللي واخدها الدولة دلوقتي بان خلاص احنا اللي فات ده ننساه وهنبدأ بداية جديدة، لان حتى عايز اقول اكتوبر حتى المدن الجديدة اكتوبر بقت حي من الجيزة، يعني فين اكتوبر؟ يعني يمكن المدن الجديدة اللي تحس انها مدن جديدة لسه محتفظة، انا في العبور الشوارع لسه كبيره والمسافه سكانيه لسه ملتزمه كده، يعني شوف حضرتك التجمع شكله هيخش على مدينه نصر، لا ان شاء الله ما يحصلش. وحضرتك اشرت الحاجتين في منتهى الاهميه في ادبيات العماره العمران وعلاقتها بجوده الحياه وبالنفسيه بالتاكيد، يعني سلوك اجتماعي حضرتك بالسلوك الاجتماعي، ودي في رسالات كتير ودراسات علميه كتيره جدا بتتحدث في الكلام على المستوى الاكاديمي او على المستوى التطبيقي، وسواء يعملها عمرانيين او يعملها المركز القومي للبحوث الاجتماعيه، وده مهم جدا جدا، ده مهم جدا. حضرتك انتشار المخدرات، العشوائية، كل الكلام ده ناتج من عشوائيات السكن، يعني دايما قريبين من بعض بالظبط، يعني تتوقع حمام واحد تستخدمه 10 اسر خلاص بقى. النهارده لما تنقلهم بقى لمشاريع جديده فيها تحضر وتدي لهم بالتأثيث وكل اسره لها حمام وربما يكون اكثر، انت بتنقل نمط الحياه وبتغير في السلوكيات. دي طبعا علوم اجتماعيه متضامة متكاملة مع علوم العمران والعمارة. العمران زي ما قال ابن خلدون ده علم اجتماعي مش هندسي فقط، يعني وابن خلدون رائد علم الاجتماع، فاحنا علوم اجتماعية تتصل بجودة حياة الإنسان ومحاولة إصلاح ما أفسده العشوائيات. حتى الإنسان اللي بيبقى موجود في العشوائيات بيبقى ليه سلوكيات طبعًا. كلها عنف وكلها طبعًا. غير اللي بيبقى قاعد حتى في حتة كده بعيدة مع طبعًا. يعني خوفها خضرة وبيضوي هو الإرهاب نتج من إيه؟ جزء منه طبعا نتج من حاجات كتير، لكن جزء منه هذا الإحساس بالظلم الناتج من التكدس وعدم الإحساس بالراحة. الإنسان له كومفورت زون كده، يعني زون يتحرك فيها المنطقة، يعني قربت من سيادتك أكتر من يعني مساحة معينة ما ترتاحش، يعني في المواصلات أو في الشوارع أو كده. كل دولة طبعا لها الكومفورت زون بتاعها، يعني إحنا الميديترينيان بتوع البحر المتوسط شوية، كثافات الناس نفسها في ما هو ده ما هو ده. فحضرتك لما بتدي براح وجرينري براحة. أو جرين أوريا أو لاندسكيب أو خضرة زي في العاصمه الجديده، ده معه في حاجه اسمها النهر الاخضر او النهر دوت، معناها مع انه ما فيش نهر طبيعي هقول النهر الاخضر، ده برضو حل ذكي، يعني معناها انك بتدي رئه، الرئه دي مش بس رئه صحيه ولا اكسجين ولا ضد الامراض، لا دي رئه نفسيه اجتماعيه، السوشيال لايف دي مهمه انك تبعد الناس. فانت حضرتك اثرت النقطه دي. النقطه الثانيه اللي اثرتها موضوع يعني في نفس السؤال، الجزء الطارئ بالنفسيه الناس والجزء المتصل بالمباني وجماليتها وانعكاسها اي كده الناس، او اسكندريه 12 دور و12 دور وشارع مترين، هل ده انساني؟ بيبصوا على هل بعض، ده انساني؟ الفتره اللي حضرتك قلت عليها قبل 2010 والفوضى اللي حصلت سيادتك اثرت ليها بعدها، لانه الحقيقه كان يعني للاسف لازم نشير للمحليات، ما نقدرش نقول غير كده، يعني الفساد دوله اخرى موجوده. واظن ان برضه زي ما قلت ان اكبر تحديات الرئاسه النهارده السكن او العدد السكان، الفساد احد التحديات الكبرى تأكيد. دوله عميقه متجذره يكاد يكون القضاء عليها محتاج شهور وسنين. التحول الرقمي هيقضي على مؤكد عدم التقابل المباشر بين الموظف وبين المواطن، دي مهمه جدا تأكيد. برضو الاجيال الجديده اللي هتتعلم تعليم اخر، المفتاح سر الخلطه التعليم تأكيد. تأكيد. خليني دكتور، يمكن في الفصل كنت بتكلم على مسألة طبيعة الأرض اللي هيتم البناء فيها ومن يتولى تقييم العمران وبعد هذه الأمور، خاصة أن أنا عايز أتكلم برضو في وقت من الأوقات، يعني كان في مزادات خاصة بالإسكان والتعمير للأراضي، وكان مجرد أنك أنت يرسو عليك قطعة أرض المتر ب 4000 جنيه تاخد على طول أوفر 1000 جنيه في المتر، وكانوا بيبيعوها بالإيصال. يعني النهارده الصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد في اكتر من لقاء ان ما فيش حد الا هيحتاج سكن
هيلاقيه، وتقريبا واللي هيحتاج قطعة أرض هيلاقيها. صحيح. طبيعة الأراضي دي. صحيح. أولا هو طبعا اللي حضرتك بتشير إليه ده حقيقة. إن كان في نوع من التجارة في الأراضي. وزارة الإسكان حقيقة. بيشتكوا بعض وبتاع. طبعا وزارة الإسكان تنبهت لهذا، أصبحت تبيع بما يسمى الماركت فاليو، القيمة السوقية. القيمة الحقيقية يعني مش الورقية زي يعني لما كان بياخدوا بأربعة بيبقوا بخمسة، لا الدولة بتبقى بخمسة. لما تخلي الألف يخش الدولة. فأصبحوا لجأوا بقى للخبراء المقيمين، الخبراء دولت موجودين، أنا أشرت في كذا لقاء إلى جمعية التقييم العقاري التابعة للرقابة المالية وبعضهم في البنك المركزي. هذه هي الفئة المؤهلة الكواليفايد اللي تعلمت وعندها خبرة كفاية أنها تقيم أراضي الدولة. معلش معلش سؤال سريع كده، هي الأراضي بتقيم على أي أساس؟ لا ده موضوع كبير، ده علم كبير جدا، موضوع تاني. يعني في كذا طريقة للتقييم. يعني أشهرها الكومباريتيف أو الإتباعت اللي جنبها قد إيه بكذا، لكن ممكن أحد الطرق المشهورة برضو الأرض دي انفستمنت وايز لما تبقى استثمارها تجيب كام، تجيب دخل قد ايه. طب خلينا بقى احنا بنتكلم على الاستثمار، ابقى اسال حضرتك سؤال تاني بس نكمل مساله طبيعه الارض واللي عايز ارض. فانا بنصح في هذا الموضوع بالذات موضوع الاقاليم بقى، احنا بنتكلم على محافظات مصر كلها. بفضل الله احنا عندنا كليات هندسه واقسام عماره في اغلب محافظات كله مصر. ودي ما كانتش ايامينا، كان مشاربين. لكن دلوقتي بقى في معماري بيتخرج من منيا، معماري بيتخرج من اسوان ومن اسيوط، ناهيك طبعا عن الوجه البحري من منصورة ومن كفر الشيخ. يعني الحقيقة يعني بقى أصبح هناك يعني بيئية التعليم، يعني الطالب المهندس بيخرج في بيئة معينة وبيشتغل في غالبا في مكانه في بيئته اللي عارفها بالظبط كده. لأن ليا تلامذة من سوهاج قالوا نسافر السعودية، قلت له يا ابني اقعد في بلدك سوهاج النهارده بقى من كبار الاستشاريين. يعني هو شفيق يفشل دلوقتي وانا بزوره وبفرح بيهم جدا. يعني ليه؟ لان المجتمع محتاجه. هؤلاء هم المنوط بيهم الموضوع ده. يعني النهارده القرار الرئاسي بتوزيع الاعباء على جميع المدن وتطويرها احسن ناس المهندسين الموجودين، الموجود في قنا والموجود في اسوان. ده هو ده احسن واحد يقدر يطور او يقدر يساعد، حتى لو مش موظف حكومي على فكره. بيئه واجتماع وكل حاجه طبعا، وادرى بشؤون البيئه بتاعته. هنا بقى في حته حضرتك اشرت ليها والتقرير في البدايه اشار ليها، اللي هو موضوع اختيار المواقع. دي عبقريه الموضوع بقى، يعني هو ده عايز الحقيقه والتصميم. انا برضو بدعو بستغل البرنامج الجميل ده وادعو، طالما داخلين على كميات رهيبه من التصاميم، ان احنا ندي الفرصه للمسابقات المعماريه. جمعيه المهندسين المعماريين لها قواعد ولها كريتيريا وتقدر تتدخل وتدي النظم وتشرف وتراقب وتجيب اكبر اساتذه في مصر. واحنا ما شاء الله عندنا يعني وفره منهم يحكموا، وبالتالي تحصل على نماذج معماريه على اعلى مستوى. حتى لو لجأت الى مسابقات عالميه في بعض المشاريع القوميه الكبرى، يعني مين فينا يمكن ان المتحف الكبير الحضاره العظيم اللي موجود في 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 الهرم ده نتيجه مسابقه عالميه كبرى رعي فيها كل المعايير الترانسبيرنت الشفافه وتم اختار مين ينكر مكتبه اسكندريه؟ ما دي مسابقه عالميه. يعني هذه ايقونات كبرى تدخل في تاريخ مصر، يجب الا نبخل. وبتبقى علامات بقى، وتبقى علامات بعد كده اكيد. طب هذا ممكن حد يقول الله واولادنا اولادنا موجودين بيتعلموا من ده بالزبط. او هم يبوظوا هم يقدموا برضه ويقدموا بتأكيد. مثالا لما يقدموا في عندنا متحف تاني اسمه متحف الحضاره اللي موجود في الفسطاط، في الفسطاط ده معماري مصري عظيم دكتور غزالي ربنا يديله الصحه استاذنا استاذي المباشر، ده مصري كانت مسابقه وكسبها مصري والنهارده على اعلى مستوى عالمي. فممكن بالاحتكاك العالمي ونظام مسابقات منضبط توصل للمصريين انهم ينافسوا يطلعوا احسن ما عندهم. الفكره ما يكونش الموضوع بالتكليف، يكون بمسابقات معماريه في طول مصر كلها. دي فرصه ذهبيه ان احنا نحصل على احسن نتاج عقلي وحضاري ومثقف ويوصل مصر الى ابعد مما نتخيل عن طريق المسابقات. زي ما في مسابقات في الشعر في الادب بالظبط، يبقى في مسابقات في الرسم في الرسومات والعماره. العماره شيء حضاري وثقافي، لا ابداع زي الشعر ابداع وليه ملكات وليه يعني طبعا دماغ يعني طبعا. خلينا نطلع اخر تقرير، بعد اخر تقرير مشهد كلنا بنشوفه كمصريين، ممشى اهل مصر. يعني اللي راح دبي او دبي بالذات يعني تلاقيهم بيعملوا من الفسيخ شربات وبيعملوا شويه حاجات كده
يعني بيعملوا حتة خشبة كده ممكن يعملوا حواليها بروباجندا ويبقى في رسوم وفي دخول وفي خروج وبيبقى مظهر جميل يعني وبيبقى مرتقى للأهل والأسر وللناس وحتى وللسياح. ما مش أهل مصر اللي على النيل ده يعني رؤية يعني ضيفي الكبير دكتور مهندس إبراهيم المدني أستاذ العمارة خبير تقييم المشروعات في هذا المشروع اللي أنا شايفه مشروع عبقري يعني عبقري. خلينا نطلع تقريبا بعد كده نستكمل الجزء الأخير من حلقة النهاردة ببرنامج ملفات فوق معنا. لا تزال حياة البسطاء هي الشغل الشاغل للقيادة السياسية الحكيمة، كما أن تحسين أوضاع المواطنين في كل أنحاء الجمهورية هو الهدف الأسمى الذي تسعى من أجله الحكومة في ظل التوجيهات الرئاسية التي لا تنقطع بالبحث عن الفرص الأقرب لتحسين الخدمة المقدمة لكل المصريين، وهو ما جعلها ترفع نسبة تنفيذ مشروعاتها التنموية سواء في الحضر أو الريف. ومن بين هذه المشروعات يأتي مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى والذي ينال رضا كل المصريين. السيد الرئيس منذ أول يوم لتولي السلطة تبنى نهج جديد خالص في النهوض بمصر وتنميتها، بيتركز في إنشاء مدن جديدة وربطها بالمدن القديمة عن طريق شبكة طرق قوية ومشروعات قومية عملاقة هدفها تحقيق النهوض والتنمية لكافة قطاعات الدولة. في إطار الخطة الاستراتيجية لمصر 2030 كان لابد من تنمية أيضا عواصم المحافظات والمدن القديمة. أنت عارف حضرتك يعني القاهرة بقت مزدحمة وبقت فيها تكدس سكاني وبشري وكميات كبيرة جدا من السيارات، فكان لابد من التفكير في أيضا بجانب إنشاء مدن جديدة التفكير أيضا في تطوير العاصمة ومش العاصمة القاهرة فقط، كافة عواصم المدن. كميات مشاريع كويسة جدا وكبيرة جدا وفرص عمل كبيرة جدا. في مهندسين كتير ما كانوش لايين، في عمال كتير وفي سيفتي أمن كتير وفي سلام وصحة، مجالات كتير اتفتحت. الرئيس السيسي وفر فرص عمل لاتنين تلاتة أربعة خمسة مليون. لا بصراحة الرئيس السيسي عمل حاجات كتير جدا للبلد. هو لحد وقتنا هذا كل حاجة وقتنا بتصب لمصلحة الشباب. احنا بنيجي على نفسنا شوية بس برضه في نفس الوقت هنقول ايه كلها مصلحة للبلد. جهود حكومية مستمرة في إقامة المشروعات التنموية في المدن والمحافظات المختلفة حتى يشعر المواطن بأن الدولة موجودة بجانبه في كل مكان على أرض مصر وليس في المدن الجديدة فحسب، من أجل توفير حياة كريمة للجميع. شهدنا الكرام اهلا بكم مجددا. دكتور يمكن حضرتك يعني مهتم مساله عماره الصحراء، قبل بس ما ناخد سؤال عماره الصحراء تمام على فكره احنا بنستغل في اطار 6% تمام في اطار الخروج من الوادي الضيق واطار تطوير العواصم هو الموضوع الرئيسي للحلقه. لا مانع ان نتطرق للعماره التي تخرج من الوادي كليه الى الصحراء غربيه او شرقيه. في مشروع كبير جدا دلوقتي يجب ان نشيد به اسمه الريف المصري، توزيع أراضي 230 فدان أولموست لكل شركة. الشركة دي بتتكون من مجموعة أفراد عاديين جدا بسطاء جدا طبقة متوسطة ممكن يكون شهادات متوسطة، بياخدوا قطعة الأرض وبياخدوا قطعة أرض لبناء مسكن في الصحراء وصول بدءا من الإسكندرية أو برج العرب أكشوالي لغاية توشكا مرورا بكل مصر، طبعا استغلالا للخط اللي موجود فيه المياه الجوفية أو تحلية مياه في بعض الأماكن. ده مشروع قومي جبار، 1.5 مليون فدان هيدي يعني لو نتصور هيبقى فيه 15 ل 20 مليون مواطن. دول يتم البناء توصيتي يتم البناء بطريقه الصحراء اللي هي استخدام ماتيريال الصحراء، اما الطفله واما الطينه واما الحجر قديمه جدا. بس شفت لقاها وفي بس طبعا طبعا العلم تدخل في هذا الموضوع واستخدم تيارات الهواء واستخدم حركه الهواء واتجاهات الريح كمان واتجاهات الريح والشمس والضوء والظل فاصبحت ماتيريال بناء. يعني لما بنقول الحكايه دي بنتذكر رائدنا العظيم حسن فتحي على فكره احنا في شهر وفاته، هو اتولد 1983 كل يعني تقدير لهذه الشخصيه طبعا العظيمه. واحنا نقدر بالتكنولوجيا الجديد استخدام الماتيريال الحاليه اللي هي الرمله والطفله عن طريق تطويرها وعلى فكرة لحسن الحظ مركز حسن البنا عمل كود بناء لهذه النوعية من المباني. يعني ما بقتش هبهزر كده، لا ده لها علم ولها أصول.
ممكن نعرض دلوقتي من خلال البرنامج يمكن هو ده النموذج اللي هي العمارة والسياحة يعني مثلا دوت سيوة بسرعة أو يعني جزء النوبة فيها استخدام هنا النوبة بكل جمالياتها وعناصر الجمال اللي فيها وهنا اليمن 6-7-8 أدوار عمارة طينية مش بعد عمارة الطين في المدينة وهنا طبعا رائد من روادنا العظام رمسيس سويسة اتولد برضو في نوفمبر وهنا استمرار ده طبعا عامل متحف عظيم جدا وبناء في الأحرامية هنا مشروعات أخرى يعني دي طبعا تجارب شخصية في كل مكان دي التجارب موجودة في الطريق في الفرافرة ده احنا عايزين كده احنا وده بيت نوبي في 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 بوشكن وعند أبو سمبل وده غرب سهيل في أسوان غرب سهيل في أسوان كل دي بناء عملوا الناس العاديين وأحيانا بعض المعماريين للحفاظ على الطاقة تطوير العمران طبعا. شرق العوينات بقى قصة كبيرة جدا الوقت إذا كان يكفي بقى نتكلم عنه ودوت دلالة على استخدام الماتيريال الطبيعية من أجل الخروج من الوادي طبعا توفير لطاقة المشروع الريف المصري بنتكلم عليه هوت هذا المشروع الجبار اللي هي محافظات ملايين والحفاظ على التكلفة والحفاظ على الموارد الطبيعية ومواد بسيطة أهدافها التطوير والحفاظ على المياه الجوفية والتطوير طبعا ديت نماذج من التصميمات المقترحة من المساكن ومن المساجد ومن المخازن ومن المحلات التجارية موجودة في التوزيع البلد بتتحرك بشكل كامل الحقيقة شيء مشرف وأنا متفائل جدا جدا طبعاً. وشايف أن في تحرك في جميع الاتجاهات من أجل تطوير العمران الذي يمثل قاطرة اقتصادية تاخد وراء بقى كل أنواع ممشى مصر أهل مصر ممشى أهل مصر طبعا دي ظاهرة حضارية عظيمة كانت في التخطيط العمراني في الوزارات السابقة المرتبطة بمصر 2020 و2030 و2050 والهدف منه استغلال أعظم مجرى مائي في العالم وهو النيل وده بيمر طبعا موازيا للنيل كافيتريات وأنشطة وتجارة وسياحة وبرضو معارضات أثرية وهكذا بحيث أهم حاجة بس في كل هذه المشروعات العظيمة الصيانة ونحافظ عليها بتأكيد. وده بيطور الجماليات عند الناس حضرتك حافظ على حصة الرسم وحافظ على حصة الموسيقى وحافظ على حصة التربية الرياضية ودي للناس جماليات هتقضي على الإرهاب وتقضي على التفتت الروح الموجود وروح تبقى وترجع روح مصر العظيمة تاني نورتنا يا دكتور أهلا وسهلا كل شكر التقدير لضيفي الكبير دكتور مهندس إبراهيم المدني أستاذ العمارة خبير تقييم المشروعات كنت ضيفا عزيزا في هذه الحلقة من برنامج ملفات بخيرك شكرا جزيلا أشكر لزملائي في استوديو 2 وأشكر لفريق عمل ملفات لهذا اليوم وأشكر كل سادة المشاهدين على حسن المتابعة ألقاكم أنا هاب اللويند على خير إلى اللقاء